تحارب لأولادي هلا بعد ما خلصنا رحلتي غنشتري لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واليوم الفطور من تحت ايدين ابن عمي. لا تقولوا ايش هاي؟ بيض وبطاطا وتوابل وزيت حلو وليمون. هاي بطاطا مسلوقة بس. رأيكم بهالفطور؟ يعطيك العافية ابن عمي. السلام. هو قول بس قشر البيض والبطاطا وفرامهم هيك بس باكي بس هيك عمل طلع سوالي أحلى فطور. أقلوا معي نص ساعة. والله صلوا نص ساعة واقف عم ساويهم. يلا الله يعطيك العافية دي قوم. وهلا بعد ما خلصنا ورحت شوي الشمس شوي ها مو كتير انا نطلع شوي نتمشى ونعدي شوي على البازار نصلح هذا السكوتر كل ما بنصلحه برجع بنكسر. عندي ابن عمي بس ينكسر شيء عندي او يخرب فبقى بحس ينام الليل اذا ما صلحه. ومرحبا يا بنات كيفكم كيف صحتكم شو اخباركم ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بالف خير واهلا وسهلا بكل البنات اللي انضموا لعائلتي جديد وغلي لي قلبكم يا احلى بنات في الدنيا كلها. اذا كنتوا جداد على هالقناه اكيد ما نسيتوا اشتركتوا عندي خلي لي قلبكم عشان شو ما بنزل انا انه تضلوا تشوفوا فيديوهاتي. هون علي ويحيى بستنوا ابوهم بالضيقه انه ما يكون عنده شغل مشان طالعوا البسكليتات ويطلعوا يلعبوا برا لاني والله انا ما بامن خليوني طالعوا البسكليتات اذا ما كنت انا معهم او ابوهم. شفتوا والله كثير عم بصير لاني حوادث الله يحميهم يا رب. هلا هون اول شيء رحنا شوي على السوق بدنا نصلح هذا السكوتر مثل ما قلت لكم وبعدين قلنا بنروح شوي بنقعد بالحديقه. مصاصه يلا اشترى لكم بدي اطلع. الاولاد بس يكونوا معك طول ما لك ماشيه والله العظيم انا بحس انه بشتريهم اكلات وشغلات والعاب لهم اكثر ما انه نحن نشتري اغراض. بس يلا الله يحميهم يا رب ويرزق ابون ويشتري لهم. ايوه اشترينا بليله هلا وقت البليله كثير طيبه بس انا بنقعد بالحديقه وبناكل. يلا 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 ركضوا يلا يا اولاد يلا. تشتشي مي دي دي واحده لاحيه تلعب لوجه اوله وحده لي شوي شوي من اوله لا 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 هلا 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 بعلوش هلا اجر فيهم. ونحن ماشيين لقينا وحده شايله معها اكياس مرسوم عليهم قطط وعم بتطعم من كل القطط والقطط كلهم متجمعين عليها هيك عنا نحن كل وحده بتستلم منطقه مشان يطعموا الحيوانات فيها. مرحبا يا بنات اليوم قلت بدي اعمل فروج بطاطا بس اول شيء قلت اعمل تبلات للفخذات حطيتهم معلقه ونص لبن هلا راح احط نص معلقه من هدول التبلات مثل تبلات الماجي بدل الماجي يعني راح احط معلقه ملح راح احط كزبره هيك الزبرة. هلا هون انا دقيت التوم وخلصت رح اخذ منه معلقة هاي معلقة محمرة رح احط لها نص كاسة مي رح اعصر لها ليمونة لو عندي شو اسمه خلي التفاح كمان كويس عشان ريحة الزنخة شفتوا رح اعصر الليمونة لان الليمونة صغيرة اذا عندكم الليمونة كبيرة عصروا لمس وحدة واخر شي رح كتلها شوية زيت
هلا رح بلش بحريقه. رح احط هون فروجة واخربطها، يعني انه تبلها. هلا رح كرت على الفروجة. هلا هون انا الصراحة تأخرت شوي حتى علقت على الفروج، بس دقولي اهلي والدي يجوا يسهروا عندي، وابن عمي كان يروح على النادي فحطيتها بالفرن. اولادي ما عندهم صبر، يعني شفتوا اقل شيء بدها الفروجة بتاكل بالفرن اقل شيء ساعة ساعة ونص مشان يستوي الفروجات ويتأمروا. فقلت لهم خلاص رح اعملكم اندومي لبين ما يجي بابا، يعني تقريبا هون كانت الساعة 5 وما اكلنا لثمانية تسعة هيك لحتى يعني اكلنا، لاني ابن عمي كتير تأخر بالنادي لحتى اجا. وهون ولادي كتير صايرين عم بحبوا الاندومي، نحط لهم اياها هيك بالفنجان مثل كوب، وبعدين سخن لهم مي وحط لهم توابل وكت لهم عليها مي سخنه، بعدين غطي لهم اياها وعيفها شغلت هيك 5 دقائق وهي مغطايه بطلع لهم اياها عم تطلع مثل الجاهزه واطيب. عن جد حسيت لكم الاندومي وقت عم نغليها على الغاز وعم بتصير مثل المعكرونه، عم بتروح كل طعمه الاندومي، بالله مو مزبوط هيك عم تطلع اطيب بكتير. وبما انه خلصت كل شيء وما ضل علي شيء، يلا نجهز للسهره قبل ما يجوا اهلي وبيت عمي. وهالموجود عندي كان عندي فستق وبزر وشوية حلو سميري، وقلت كمان رح اعمل لهم ارجيلة ورح اعمل كمان براد شاي، وهيك قاعدة يعني بسيطة وسهرة حلوة. والله كتير حبيت انه حط عشاء قدامهم، انه يعني زبط عشاء قدامهم، بس والله ما عجزت فيهم انه حط عشاء، بس هنن ما كانوا يرضوا انه قالوا لي جايين نحن وشبعانين. لك خلي لي قلبا خواتي، والله ما خلوني اعمل شيء، فهن عم بيشتغلوا في المطبخ وهن لحتى اللي عم بيصوروا لي، انا قاعده جوا معهم. بس هون اجت اختي سالتني قالت لي وين الكاسات ما شفتهم بالغزينه، قلت لها واخ يا اختي والله نسيت طبق الجلايه. ام قالت لي خلاص ماشي. اختي الثانيه قامت طبق الجلاي، ووحده قامت تظبط هيك الشاي وتظبط الارجيله وتظبط السهره، وانا والله ما عملت شيء، هن عملوا كل شيء. الله يخلي لي اياهم يا رب وما يحرمني منهم، وانتو كمان يخلي لكم اهلكم وما يحرمكم منهم. وهون ابن عمي جاب لي خوخ الله يرزقه يا رب، كان كتير طيب حبيته لاني له هيك شوية حموضة، وما كان كأني هلا وقته، يعني هلا وقت الخوخ. عن جد انا بحبه هيك يعني يكون بحاله اكتر ما انه يكون مستوي. وصارت الجي والتطبيق والتزبيط كله فجأة، والله يعني الواحد وقت بيجي على غفلة ما بعرف، حس انه شلون بيقولوا الضيف بيجي وبيجي واجبه معه هيك اظن يعني بمثلوها، ما بعرف هيك صح ولا لا. وكتير انبسطنا وكان معهم الصبايا، والله يعني كان احلى يوم واحلى سهره. وهم بعد ما راحوا قلت رح رتب البيت كلياته قبل ما يجي ابن عمي عشان تكون الدنيا عم تضوي، وخلي لي قلبهم الصبايا ابوس قلبهم، ما عرفوا لي شيء والله ما عرفوا شيء، المطبخ كله سوي لي عم يضوي وما ضل علي شيء. بس شفتوا غرفه القعده انه كنا قاعدين فيها شويه كركبت، وانا قلت لملمها كلياته ومسح الاراضي وما يضل علي شيء. هقولكم والله منيح شلت السداج، يعني هيك مسحت هيك الاراضي وخلصت، وهلا السداج بدي ابرك امسحه كله واتعفيه صح ولا لا. يا عيني كان شكل السنين الأخير تكل. بسم الله أجرب طنطة، أول شيء نبلة بالمانيونيز مندوقة. الله شوفوا أخي الأخير صحة وهنا ذكر، الله يهنيك، الله يسلم لي هالإيدين يا يامو صحة وهنا. ولهون حبايبكم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. هون ولادي ما عاد يصطبروا، جاعوا كتير، وابن عمي كان عم بيخسل، فقلت يلا رح صور مقطع وانهي الفيديو معكم. وبحبكم كتير، واكيد ما نسيتوا تحطوا لي لايك وسلام.